بيبدأ فيلمنا مع اتنين بيتعاركوا مع بعض، بس فجأة الصورة بتتقطع وبنشوف ان لوجان بيتضايق جدا، وبنعرف ان هو صاحب البث وبيبث القتالات لدول كتير في العالم، وبيقول لكل المبرمجين يرجعوا البث بأي طريقة. وفعلا الكوالي بتقدر انها تعمل كده بكل احترافية، ولما البث بيرجع يشتغل تاني بنشوف مجموعة من الطلبة بيتابعوه لحد ما شخص من اللي بيتعاركوا بيقتل التاني. وفي الوقت ده لوجان بيعمل تصويت في البث، وبيكون البث هل يقتلوا الشخص اللي كسب ولا نسيبه يعيش، بس بسبب ان اغلب المشاهدين بيحبوا القتل بيصوتوا على انه يتقتل. وفعلا بيجي الجلاد للشخص الفايز وبنشوف ان هو بيقتله، وساعتها بنرجع لمجموعه الشباب وبنشوف بنت منهم بتقول ان اكيد كل ده تمثيل، بس جيمس بيقول لها لا ده حقيقي، وان صاحب زوج اخته في الاف بي اي، وانه قال له ان هم بيدوروا على مدير البث في كل مكان. وبعد كده بيروح لديفيد ومراته لوري اللي بنعرف انها حامل، وبيكونوا في السياره وبنعرف ان هم بيحبوا بعض جدا، بس مره واحده ديفيد بيقف في مكان غلط فبتيجي عربية ليهم وبتخبطهم وبتقلب السيارة، وبنعرف ان ديفيد عايش بس لوري ماتت، وبيكون ديفيد زعلان جدا. ولما بيدفنها بيجيله شخص بيواسيه، وبنعرف ان ديفيد بيكون حاسس بالذنب وعايز يقتل نفسه. وبعد شهرين بيكون في المكسيك، وبنعرف ان ديفيد عمال يشرب علشان ينسى، وبيكون نايم فبتفوقه النادلة وبتقول له يصحى، وساعتها بيطلب منها ديفيد مشروب تاني. ولما بيطلع الفلوس بتعرف النادلة ان هو غني، فبيروح ديفيد الحمام، وساعتها بتقول النادلة للحارس يروح يسرق منه الفلوس. واثناء كل ده بتكون في واحدة اسمها ميلا بتراقب اللي بيحصل، بس لما الحارس بيدخل الحمام بيخرج مضروب ضرب شديد من ديفيد. وفي الوقت ده بتحس ميلا ان هو مناسب، وبتستنى لما يخرج من المكان اللي هم قاعدين فيه، وبتقول له ان واضح ان انت مش لاقي بيت، وبتعرفه ان عندها غرفة مأجراها يقدر يسكن فيها. وفعلا بيشكرها ديفيد، ولما بيدخلوا الغرفة بتكهربوا ميلا، وبعد كده بتكسر موبايله، وبيجوا ليه رجال علشان ينقلوه. وفعلا لما بيفوق تاني ديفيد بيلاقي نفسه في غرفة مقفول عليه، وبيلاقي جنبه زميله موري اللي بيقول له ان كلهم هيموتوا. وساعتها بيكون ديفيد مش عارف هو هنا ليه، وبيفضل يصرخ، بس المسؤولين في المكان بيطلقوا ليه صفارة عالية جدا عشان يفضلوا يعذبوا فيه. وفي الوقت ده بيروح لمدير العرض لوجان اللي بيسأل على ديفيد، وبنعرف ان هو مخطوف في العرض بتاعهم، وبيقولوا ليه مساعدينه ان ديفيد مسعف وان مراته ماتت. فبيقول لوجان لدراعه اليمين كادن ان ديفيد معانا بقاله 3 ايام وانك ما قدرتش تقنعه يحارب، فبيقول له كادن ان هو عمل اللي يقدر عليه، بس ميلا بتقول ان ديفيد المقاتل بتاعها، وبتعرف لوجان انها هتقنعه يحارب وكمان هيفوز، فبيوافق لوجان يديها فرصه. وفي الوقت ده بيكون موري وديفيد زميله بيتعرفوا على بعض، بس بتشوف ان كادن بيخلي الرجاله تيجي ليه وتعذبه علشان يوافق ان هو يدخل المعارك. وفي الوقت ده بتكون ميلا متضايقه، ولما بيفوق ديفيد بيلاقي ميلا قدامه وبيكون متضايق منها جدا، فبتعرفه ميلا ان هو يخش في قتال غصب عنه دلوقتي، وبتقول له يحاول يفوز والا هيتقتل. وفعلا الرجاله بتجيله وبياخدوه لمكان الحرب. وبنرجع للوجان اللي بيخلي مبرمجينه يعملوا ليه بيئه حول المقاتلين في البث. وبعد كده بنرجع لديفيد اللي بيدخل مكان الحرب وبيجيله المنافس، وبيكون ديفيد مش عايز يحارب، بس المنافس بيهاجمه وبيضطر ديفيد انه يدافع، وبيكون البث شغال في الوقت ده وبيفضلوا يتعاركوا مع بعض، بس ديفيد بيكون قوي وبيقدر يجرح المنافس، ولكنه بيحاول يعالجه لانه مش عايز يأذي حد، بس التصويت بيحصل وبيصوتوا الناس على انهم يقتلوا الخسران. وفعلا الرجاله بتيجي وبيقتلوه، بس ديفيد بيصرخ وبيقولوا ان هو مخطوف، ولكن لوجان بينهي البث. وبنشوف الجلاد اللي بنكتشف ان هو كادن، وبيكون متضايق منه جدا وعايز يقتله، بس لوجان حس ان الناس حبته وبيقول له ما يقتلوش ويخليه يجيب له مشاهدات اكتر وفلوس. وبعد شويه بنشوف موري اللي بيحكي لديفيد ازاي اصلا هو دخل البث، وبنعرف ان مراته اكيكو اتخطفت، وتاني يوم اتصل بشخص قال له لو عايز ترجعها يجي لمكان معين. وفعلا راح له موري، بس لقى هناك ميلا اللي كهربته وجابته لهنا. وفي الوقت ده بتيجي ميلا لديفيد وبتدي ليه اكل، وبتعرفه انها عايزه راحته وانه يكسب، فبيسالها ديفيد ليه، فبتعرفه ميلا ان اي شخص هي بتجيبه هنا لو كسب هي بتكسب فلوس. ولما بتمشي بيجوا رجاله لوجان لديفيد، فبيحاول ان هو يهرب منهم ولكنه بيتقبض عليه، وساعتها بيودوه للوجان اللي بيقولوا ان هو ما يقدرش يهرب، وبيعمل ليه عرض وهو انه لو فاز في 9 نزالات تانيين هيطلقوا سراحه تماما. فبيقوله ديفيد ان هو هيفكر لانه مش بيكون واثق فيه. ولما بيبدا النزال التاني ليه بيقول له كادن ان لو حصل وبوظت النزال هنقتل اكيكو ومرات صاحبك موري. وفعلا بيدخلوا ديفيد للنزال وبيدخلوا ليه ساموراي ملثم، وبنشوف ان في كاميرا بتتفتح لاكيكو علشان يهددوا ديفيد ما يبوظش النزال، وبيبدا القتال ما بينهم، وبيكونوا المشاهدين مبسوطين باللي بيحصل. وبعد ما بينجرح ديفيد بيقدر ان هو يقتل المنافس، بس لما القناع بيتشال بيطلع ان هو موري، وبيقول لديفيد ان هم قالوا ليه لو خسرت مراتك هتموت، وفعلا مراته بتتقتل قدامه، فبيقول له موري يقتله لان ما بقاش في حاجه يعيش عشانها. وفعلا ديفيد بيعمل كده، وبيقول للوجان بعد ما البث بيقف ان هو وافق على عرضه وانه هيفوز ل 8 نزالات تانيين، وهو ان في اخر
عن ازاي عايز يواجه كادن، فبيوافق لوجان وبيقول ان مفيش اي حد قدر ان هو يكسب 5 نزالات ورا بعض وانه مستحيل يوصل لجلاد المسابقه. وبعد ما بيرجع ديفيد غرفته بتقول له ميلا ان هم هينقلوه غرفه تانية، وفعلا بيعملوا كده. وبنشوف ان ميلا بتخيط لجروحه، وبعد ما بيتحسن ديفيد وبيفوق بيشكرها انها فضلت معاه لحد ما فاق. وبعد ايام بنشوف ان ديفيد بيفضل يدخل في قتالات وفعلا بيفوز فيهم كلهم، وبتفضل ميلا تعالج في جروحه كل يوم، وده اللي بيخليها تتضايق جدا. وبنعرف انها بدات تحب ديفيد ومش عايزه تشوفه بيتالم، وفعلا بيعترفوا هما الاثنين لبعض ان هما بيحبوا بعض. وبعد كده بيكمل ديفيد نزالاته، وبنشوف ان هو بيفوز في 8 نزالات، ومش بيبقى فاضل غير نزالين. وفي الوقت ده بنروح لجنوب افريقيا، وهناك بنشوف حافله بتنقل بروتوس المجرم الخطير علشان يتعدم، بس بتيجي ليهم سيارات خاصه بلوجان وبيقتلوا كل الظباط وبياخدوا بروتوس معاهم. ولما بنرجع للوجان بنعرف ان ديت مش فكرته وانها فكره كادن، لانه عايز شخص خطير جدا علشان يقتل ديفيد وهو ما يواجهوش. وفي الوقت ده بتكون ميلا بتجهز ديفيد للقتال، فبيديها ديفيد رقم اخوه سام بدون ما حد يعرف، وبيقول لها تكلمه وتقول له ان ديفيد عمل اللي مطلوب منه، وبيعرفها ان هو يتصرف واننا هنعيش. وفعلا ديفيد بيدخل النزال وبيبدا القتال ما بينه وما بين بروتوس، وبيكون بروتوس قوي جدا في الاول وبيتمكن من ديفيد، ولكن ديفيد بيسترد قوته وبيقدر ان هو يقتل بروتوس ويقطع راسه. وبيكون في الوقت ده لوجان خايف جدا، وبتشوفه ميلا وهو بيتكلم مع دكتور، وبتكون عارفه ان هو بيحضر مكيده لديفيد. وفعلا في الوقت ده بتتصل هي بسام اخو ديفيد، وتاني يوم بنشوف ان القتال بيتجهز، وكل المشاهدين بيكونوا متحمسين جدا بسبب فوز ديفيد الكتير، وخصوصا ان الجلاد جزء من المسابقه. وفي الوقت ده بنشوف ان ميلا مع الدكتور اللي كان بيتكلم معاه لوجان، وبعد شويه بنشوف ان لوجان بيروح لديفيد وبيقول له ان ده اخر نزال ليك، وبيوري له حقنه بيقول له عليها انها بتشتغل بعد 20 دقيقه وهتقويك اثناء النزال علشان يكون النزال افضل، فبيوافق ديفيد ياخدها. وبعد كده بيقول له ان هو لما يخلص على كادن هيقتله، وفعلا بيبدا النزال وبتكون ميلا حاضره، وبيكون كادن قوي جدا في الاول. وبنشوف ان ديفيد قرب يخسر، بس لما بيفتكر الحادثه اللي قتلت مراته بنشوف الباقي، وهو ان في عصابه بتنزل من العربيات وبتضرب على ديفيد نار، وبنعرف ان الحادثه كانت مقصوده، ولكنه بيقدر يقتلهم. وبنفهم بعدين ان الشخص اللي كان بيواسيه هو مدير قسم الشرطه اللي هو فيه، وبيقول له ان تنكره تم كشفه، وساعتها بنفهم ان ديفيد شرطي. وبنرجع بالزمن لما ميلا كلمت سام اخو ديفيد، اللي بنكتشف ان هو الشخص اللي كان بيواسيه وبيقدر يحدد موقع ميلا علشان ينقذ اخوه. وفي الوقت الحالي بيقوم تاني ديفيد وبيسترد قوته، وبنعرف اصلا ان الشرطه كانت بتحقق في قضيه البث المميت، وان ديفيد قرر ياخد القضيه، وفعلا بيقدر ديفيد ان هو يضرب كادن ويقتله. وفي الوقت ده بتكون الشرطه وصلت المكان، وساعتها بيسال لوجان ازاي مفعول الحقنه ما خلتش ديفيد يموت، فبنعرف ساعتها ان لما كانت ميلا مع الدكتور قتلته وغيرت السم اللي في الحقنه بالمقويات. ولما بيكتشف لوجان ان هو هيتقبض عليه بيهرب بالفلوس، بس ديفيد بيجي ليه بعد ما خلص على كادن، وفعلا بيقدر يوصل له وبيكون هيخلص عليه، بس بسبب ان الشرطه جت بنعرف ان لوجان هرب من ديفيد، وساعتها بيتم انقاذ ديفيد وحبيبته ميلا، وبيهنيه اخوه سام على انه نجح في القضيه.